هذه المرة المهمة تنظيف بعض الأحياء. حي الإذاعة وصولا إلى طلعة دوار الكرة الأرضية، حيث كان يتواجد عدد من المسلحين وينتشر بعض القناصين. حاليا عم نتابع في الأولم بكل الجهات، وبإذن الله رح نقضى عليهم كلين، وما رح نسمح لأي مخرب يعبث بهالبلد، ومنصورين بإذن الله. كل المؤسسات العامة والخاصة هي هدف للمجموعات المسلحة. هنا مشفى الحياة، حيث حاول المسلحون اتخاذها مأوى لهم، ومشفى ميداني حيث استطاع الجيش السوري منعهم وقام بتنظيفها. نحن هلأ موجودين مشفى الحياة عند طلعة الكرة الأرضية. كان في مجموعة مسلحة إرهابية، هنا، ولما سمعت قدومنا لهون هربت، طردنا المجموعة، ومثل ما سمعت قسم من المجموعة انقتل وقسم هرب، وهلأ نحن صرنا بالمشفى، والمشفى آمن نظامي 100%. وهذه حالة من بعض الأشخاص الذين تم اعتقالهم من قبل المسلحين، حيث قاموا بتعذيبه وضربه. متعاونين مع دولتنا، مع جيشنا الفاسي، نطلب أنه نخلص، لأنه الضرب اللي أنا تعرضت له وعلما ما لي عامل شيء يفوت تصور. يعني اليوم عمري 54 سنة، معقول أكون شبيح؟ مركز الهجرة والجوازات كذلك كان هدفا لهجوم المسلحين الذين حاولوا الدخول إليه من عدة اتجاهات، ودارت اشتباكات استمرت لعدة ساعات. لم يستطع المسلحون الدخول إليه، لكن آثار الخراب والدمار واضحة. من هون، من الحديقة هاي، من دوار الكرة، ومن شارع المارتيني، ومن عند المدرسة هاي اللي تحت. هلا الضرب الشغال هلا من هون عند الإذاعة. هذا هون المعركة، هون هلا عند الإذاعة. هذا الضرب عند الكرة الأرضية هلا. بعده رجع عند الكرة الأرضية. في اشتباك هلا. ومع ملاحقة المسلحين واستكمال عمليات التنظيف، تتركز المواجهات في عدة أحياء من حلب، حيث يحاول الجيش السوري الدخول إلى حي السكري وتنظيف طريق المطار. بالشوارع المواجهة. قناصة ديروا بالكم، رجعوا خليك على الباب. هي قناصة. رجع. حسين مرتضى، العالم، حلب.